صدقت زفر يعني، وكل ما قل التأس في صغره أو الذبيحة في الصغر صح، كل ما حلو الحليب صدقت صح. جميل صح. لما تحط ذبيحة كبيرة لازم يطلع فيها منطقة قاسية. اه صح. بس لما كنت تأس صغير ما أدري فين اللين من القاسي يروح يروح لأنه خمس أنفار. أنا يا بدري بدري يا مات ليالك السرور جمعني سعيدك ربي ويوفقك لكل خير. وعريس انا يا بدري بدري دامت ليالك السرور الله جمعا وصل يلا حيو عسل عسل يلا جمعا وصل يلا حيو عسل عسل دندنا يا دندنا من عند زينا سلام عليكم سلام عليكم افتقدوكم الناس قالك يا علي اخبارك والله يا قاضي يهول ارحب يا ابو علي مرحبا الخيال ما جانا احنا هنا ما جانا هنا ما جانا كيف حالك شيخ طيبين هلا ابو علي شيخ واحد هلا 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 دندنا يا دندنا طيب والله صديق الله يسلمك فكتني منه بس والله مبارك كيف حالك كيف صحتك طيبين اخبارك يا احمد طيبين والله كان عندنا بروفات دوبنا مخلصين وطيبين انتم والله في نعم شرف الحال زين الله يرضى عليك والله والله انت حلفت انت حلفت عطنيها ايوه يا ابو علي طريقة الحنينة يا حبيبي اسلموا والله التنور طبعا التنور هذا اللي قبل شيء شهادة او في برضه الارضي محمد الارض الارض احسن من هذا طبعا والله حتى الارض احسن من ذا تولع مدفون اي نعم بنى طوب احمر حراري يسموه الطوب الحراري زي حق الفرن عرفته؟ السلام عليكم تولع النار جوا تقول يا تولع النار الله النار ميزانيه اللحم شوف اللحم ايش اللي ماله حزمه نص حزمه حزمتين وبعد اللي هو التنور خلاص نفسه هذه نفسه ايش يبغى له؟ لا تخوسه لا تخوسه ايش يبغى له؟ يبغى له حزمه في عندنا في الجنوب بالقرض والسمر هنا اكثرهم سمر والسمر يجيب السمر والحطب حطب السمر يولعون بعد ما يجمر يجمر قلت الحين النار لازم توزن الذبيحه اذا شفت النار مره عاليه وانك تحط الرز معها اذا تحط الرز جوه معها في الميفه لازم الحطب يكون بكثره يعني بدل يكون حزمتين تكون كم؟ ثلاث حزمه اعمل حسابها تكون نار زايده لان حيكون القدر فين؟ على الجمر حيغطي ايش؟ حيغطي الجمر ها الحراره بدها تطعم من تطعم فين؟ من نفس القدر لما نسخن القدر بينشف الرز قبل اللحم بيصير القدر تحت ايش؟ حار ويطلع فوق على ايش؟ ما يعلق طيبه؟ لا لا في بعضهم يعلقونه لا انا ما اعلقه انا احطه على الجمر حالاته على الجمر ليش؟ لانه اذا صار على الجمر وطاح الشحم هنا لما يجي لا يطلع نفس الرماد يجي فين؟ الرز يا ابو علي الله يرحم والديك قد الواحد جاته دوخه من الجوع لا في موجود هنا في والله كبده حبيبي هنا يا ابو علي طيب واصل واصل يا شباب هلا تفتح لك مطعم والله يا ما شاء الله على الطبخ لا من زينه تبارك الله والله ما لازم تقول ما في امكانيه الامكانيه ما اقدر عليها شوي ان شاء الله المطبخ يكلف يعني ابو كلف ايه كيف كلف ابو علي ابو علي لو جاك واحد قال لك افتح لك مطعم سم بينكم نسبه توافق توافق جدا على طول تشترط مكه جده في مكان ها تشترط مكه جده في مكان مكه جده الرياض ما عندي مشكله عجيب ما عندي اي مشكله اي مكان في المملكه الله يرزق امك هذا شوف لي الحال المملكه شوف هذا درس درس اللي يتعذر بالمنطقه ما لي دعوه عبد الله الكبير ولا واحد ثاني بالعكس لما يعني داخل المطبخ ترى مو بسيط وعقب طاولة ما بسيطة تقريبا كم يكلف؟ والله شوف المطبخ يكلف يعني اذا كان يعني مطبخ مكلف 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 يدق 300-450 صحيح صحيح سلام سلام 300 و350 و400 دقة دقة اوف
نعم شيء من ادوات وعده مرتب وعده لا تنسى عندك عده داخليه عندك موافي عندك شفاطات عندك غاز ارضي عندك عمال يعني يبغى لك عماله نظيفه عمال عندك العامل اقل شيء اذا جاك واحد خبرته 10 سنوات يلا اذا جيت معك بال 3500 كويس صحيح خاصه الطباخين الطباخين لما يجيك عارف المندي والحليب هذا تشرط عليك وانت تقبل هنا بس للامانه يا ابو علي دخلها مره كويس جدا جدا بعدين انت ما تفتح محل وتضرب في السوق ما تضرب في السوق اكيد يعني الان ما بجيب اني اضرب في السوق ولا والله يعني انت بديت بالحري حري طول حياتك صحيح ما تغير خلاص ما تغير تخصصك يعني الان مثلا انت الوزنيه ولا اكيد يعني مثلا الحين خلاص انت بالحري مره خلاص بديت فيه خلاص ان شاء الله تكسب نبيها 200 250 بس تخيل ال 250 هذه بتكسبها كم بيجيك جمهور على الحاجه الطيبه صحيح بيجيك زواج واحد طبعا بشرافك ابو علي اكيد يعني وانت لا مو شرف انا اشتغل بنفسي عادي والله كبير يا ابو علي والله كبير يا ابو علي انا اشتغل بنفسي ما عندي يعني ما انا الحمد لله احسب اني يعني اني باخجل يوم اني اشتغل او حاجه بالعكس لا ما فيها خجل انا ما بالعكس الا الشغل اني اخجل منه طيب والله كبير يا ابو علي بالعكس انا احس اني لما اشتغل يعني ادخل بعرق جبيني يا سلام انا عندي سؤال كفو يعني بس ما ينقص كل شخص دندنا بس في فتح مطعم بالنسبة للإشراف والتنفيذ والطبخ وكل اختيار الجزارين الطباخين والله يغطي بس وما له دخل ما له شيء بيض الوجه بعض الناس أبو علي عنده المادة وعنده خير ما شاء الله تبارك الله بس ما عنده فكرك ما عنده نفسك ما عنده خبرتك فحلو يعني اليد الواحدة ما تصفق على قولتهم فالتكامل طيب بس شوف أهم شيء أنا هي حاجتين أقولها كل ما قبلت اقول الصدق والحاجه الطيبه الامانه صدق صح مره لا تجامل على خسارتك صح. لا تجامل تخسر وتجامل شخص لا مو قلت اجيتك انا ولد عمك اقول الله حي ارحب وباجيب عندك ذبيحه وتطبخ للناس ب 200 وتطبخ لي ب 100 لا شغل شغل قلت اعلم البيت واعلم بيتي اقول مو بخوي ولا بروفيق اللي ما ينفع خويه ايش لا لا الصاحب المخسر عدو مبين الله يشهد طيب علي الناس اللي يعني تقول انها عيب الشغل او كذا ايش تقول لهم في ناس كثير نعرفهم صدق يعني واكيد كل واحد في باله شخص والله لا. يقول ما ابغى اشتغل لا ناس لا كذا بالله ايش توجه لهم رساله من القلب والله اوجه لهم رساله من القلب اذا كان اليوم ابوك حي بكره مو حي يا سلام اذا ان اخوك اليوم بيعطيك بكره ما بيعطيك حتى لو فتح لك باب بيته اليوم بكره بيقفله مهما كان يوم يومين ثلاثه بتكبر 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 كل ما كبرت كثرت عليك وكثرت على اخوك المصاريف يعني انت عمر 15 لك ولك خوف عليك خوف لما تكبر وتصير فين بتروح هنا بتروح بيقول اخوك بدك فلان فين اخوك انا رجال عمره 30 سنه اطرد وراه صحيح انا راح ادور وراه في الشوارع عمره 30 سنه يوم انا بقول له كيف حالك يا فلان طيب وينك؟ قال يا اخي تسال عني لي اصغر عيالك؟ هذا الرد اللي احنا عايشين فيه صح ولا لا؟ صح طبيعه الحياه فينك؟ قال يا اخي تسال عني اصغر عيالك يلا مع السلامه مالك دخل قبل السماعه في وجهك ولما نجيه مصيبه يدور عليك تعال تعال طيب بكره امس قفلت السماعه في وجهي لم تدور علي؟ والشغل ترى مو عيب والله مو عيب انا بعت شاهي ونزلت اطبخ وشرف لي وافتخر والله انك كبير يا ابو علي والله العظيم انك انت فخر والله انا افتخر بنفسي ولا علي من واحد ولا علي من اي احد كفو والله يا ابو علي العيب لما يشق الجيب انا اشهد بعدين ابو علي ما شاء الله عندك زباين كنت الحمد لله زباين يعني ان شاء الله عندي 10 زباين هي اني اكل بعرق جبين معي والله اقصد في فتح المطعم مستقبلا عندك زباين ما شاء الله الحمد لله تبارك الله الحمد لله ينتظرون توجيه بس والله هذا درس علي بس للي يقول لك جيت للمرحله اللي قبل اسبوع سام كيف التفاعل الناس بعد ما طلعت على الشاشه؟ الحمد لله ما شاء الله تفاعل اكيد والله ما شاء الله تبارك الله ودعم جاني دعم والله انك تستاهل وجاني دعم اللي يبغوا يتواصلون معك ابو اعاده الرقم بس معليش 055 4 9 8 9 3 0 3 الله فرصة اللي عنده مادة تحتسب الحين 3 9 امن الله ويرزق كل شخص امثال ابو علي واجد يا عيال الشوارع ما شاء الله تبارك الله الذره والبليله والشارع لا شوف مع احترامي الشديد
اوقف اليوم سعودي 10 ايام ها طلعت لي 1000 2000 رحت جبت ياماني حط هذا مشكله احنا فيه جاب ياماني حطه محله هذه هي المشكله احنا عايشين فيها قصدك يعني غير سعود نعم صح اوقف بنفسك اليوم اشتغل بكره ما تقدر ريح بس خلي محلك مقفل وزنيتك هي انت 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 وقف بنفسك ما حد راح يشتغل زي شغلك انا متعود على المحل فيصل بالي فيصل معليش انا ما سمعت حقت مدير الجروب الله يسعدك يا محمد هواي يا ابو علي الله يسلمك ايس كريم ها؟ حصل ايس كريم؟ ايه في الميفو ولا في القدر؟ والله ذبحنا الحر يا ولد والله حر يا ابو علي وبدت الريحه توصل بس كروبس والله بس كروبس كلوز والله ساعه تبغى مدير الجروب مدير مشاركه الجميع يا رسول الله معليش والله يا فوز هلا هلا تفضل يا قلبي الله يسعدك قلبي هوب عطارك معطر كيف انا معاك الله يسعدك والله يتمكمك بس مبتير بالصلاة على الحبيب اللهم صل على النبي صلوا عليه اللهم صل كما صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه والله انك سنيت سنة حسنة بهذه الله يخليك روح يا مبير القلوب رمضانك مبارك يا مبير القلوب رمضانك مبارك يا مبير القلوب رمضانك مبارك يا مدير القلوب الله رمضانك مبارك سامحنا درنا يا محشينات سامحنا درنا يا محشينات سامحنا ودرنا يا محشينات سامحنا ودرنا يا محشينات يا مدير القلوب رمضانك مبارك يا مدير القلوب رمضانك مبارك مكة تجمعنا كل الحاضرين ولمكة تجمعنا جميل يا فص اللي بعده موال موال روح يا من بمن جاء الهوى وتلا التمى يا من بطيبته الفيحة وشرفنا يا من بطيبته الفيحة وشرفنا أغدو إليك أغدو إليك بكل فرض أخضعه يا مكة تجمعنا يا من بطيبته الفيحة شرفنا يا من بطيبته الفيحة شرفنا يا من بطيبته الفيحة شرفنا يا بشم مهندس يا من بطيبته الفيحة شرفنا نغدو إليك بكل فرد أخضعه يا ولا يا جمعة يا جمعة أنت الهنا بالتمام أنت الهنا بالتمام والمنى بالركب والهني يا سادتي يا سادتي يا الجمال جمال ومن في الناس يشبهه
عقلا ونقلا وآدابا. لا والله غلطان هذه غلطان. يقول لك من في الناس عقل يشبهه عقلا. عقلا لا يوجد غلطان.